المشكلة بالرانك الناس الراندوم يرفعون ضغطك، انت ترفع ضغطنا وضغطهم اكثر مما هم يرفعوا ضغطك. المشكلة انت اذا انت بتفكر كذا، خدها مني يا اخوي الاجد، اذا انت بتفكر انه المشكلة الناس فانت يعني جزء كبير من المشكلة. الين ما تحل تقتنع انه انت جزء كبير من المشكلة ما حد يقدر تحل مشاكلك. ودائما هذه نقولها للاخوان يعني، ونعيدها ونزيدها 100 مرة واثنين وثلاثة والف. في سيرفيسز يا كترها اليوم حقت بوستين، صح يا ليجند؟ صح. السيرفيسز هذه ليش ناجحة؟ عشان كل واحد منهم بيسوي بوست يدخل يلاقي الناس اللي معاه يرفعوا ضغطه وما يقدر يطلع؟ لا، بيطلع تديله 200 دولار يطلع لك اكاونتك من الزفت اللي انت فيه لبلات دايموند في 3 ايام. ما بيقابل نفس الناس حقونك؟ ما بيلعب باكاونتك؟ ما بيلعب بنفس امكانيات في نفس المكان اللي انت فيه في الهارستاك ايلو؟ بس بيطلع. ايش معنى؟ معنى انه انت زبال، مع احترامي الشديد انا بمزح طبعا يعني كلنا زبالين، بس الفكره انه المشكله فيك انت مش في الناس اللي حولك. طبعا في اقيام مستحيل ما في حلول. اوكي هذا بقى جاتو كيو بس هي اوكي. او ماي جاد دير حتى ما كان يحتاج لي حقيقه جد تقهرني. يب عنده شيل بو عنده شيل بو عندي هيل. أنا بس بقول لك قول له طيب جات بي اخذ الكلب اخذ كل زحنا. هذاك روح مع العيال ايه جيبوا علينا جيبوا علينا يفك عليك سبرنت دحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انديد يا أخي. طيب في ناس طبيعي يكونوا أغبياء ولا يقدروا يتعلموا؟ الجواب هذا يعني ما ينفع جواب عليه كده على طول، يعني كون إنه هو ما يتعلم على طول بنفسه مو معناه إنه غبي. حعيد صياغة سؤالك وحجيبها وحجاوب عليها. يس طريقة يعني أسلوب تقبل الناس للتعليم أو أسلوب استقبال الناس للمعلومة مختلف. في ناس يقدر يستقبلها كلاما، في ناس يقدر يستقبلها ويفهمها على طول، وفي ناس يقدر يستقبلها ولازم تشرح له التفاصيل وتعد له إياها بكذا طريقة، في ناس لازم يشوفها فيجولي عشان يطبقها، وفي ناس يشوفها ويتعلمها من مرة واحدة ويطبقها، وفي ناس يشوفها لازم 100 مرة عشان يطبقها فيكرر. وهذه سبحان الله طرق مختلفة في how your brain perceives things. هذا مو معناه أنت غبي، هذا معناه إن أنت you are different. بس في فرق بين اللي ما يتعلم بسرعة ويجتهد عشان يتعلم وياخذ وقته، واللي يقرأ المعلومة وبعدين ما طبقها. وهذه يمكن واحدة من أكبر مشاكلك أنت مقمك. أنت تشوف المعلومة وتعرفها بس you don't actively try to apply it. تمام؟
جربتها اليوم خلاص حسبت نفسك تعلمتها طنشت، وبعدين ما تطبقها في كل أيامك. أنت مثلا شخص لازم يعيد نفس المعلومة، لازم كده تكتب جنبك اليوم أنا إيش أبغى أتعلم، أبغى أطالع في الميني ماب، أبغى أتعلم فين أشوف الجنجل، واي تست هل البريدكشن حقي بيست على المعلومات الصحيحة صحيحة ولا لا طول الوقت. وما أبغى تسويها اليوم بس وخلاص انتهينا، أبغى تسويها 6 شهور أو 3 شهور أو شهر كامل إلين ما تصير جزء من 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 عقلك الباطن. وكل مرة ما تسويها صح تكتب اليوم سويتها 10 مرات خطأ ومرتين صح، نهاية الجيم. This is a way to teach your mind to actively learn how to do things. في ناس لازم كذا وفي ناس لا، في ناس شافها مرة واحدة انتهت، هذا مو معناه هذا أذكى منك. أوكي، بغض النظر ممكن أنت الـ IQ حقك أعلى منه، ممكن هو أعلى منك، يعني إذا 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 نبغى نعتبر إنه الـ IQ هو الوسيلة لقياس الذكاء يعني. أوكي، بس لا، الناس يتعلموا بطريقة مختلفة، والناس they perceive things بطريقة مختلفة، والناس عندهم كمية laziness مو طبيعية. فأنت عشانك مستعجل ومطيور وتبغى توصل للأوبجكتيف تنسى إنه أنت في عندك grind لازم تسويه وتتعلمه. right، تقوم تقرأ المعلومة وانت عارف المعلومة بس فعليا ما تطبقها، وهذا يعتمد على طريقة لعبك. انا مثلا I do something similar to you in the context of not caring. I really don't care. في حاجات يعني زي كذا، اليوم جاي نايم الحمد لله، ف I want to care شوية، ابغى انتبه، ابغى العب، اليوم جايين ننبسط ونضحك ما ابغى اسأل، اليوم جايين we want to try hard، بس تراي هارد بوتنشل عندي دماغي حيديني اسوي تراي هارد 3 أيام، بعد كذا ما اقدر اسوي تراي هارد، تعبت خلاص، فصلت، خلصت يومي. فهذه برضو لها دور يا اخواني. وفي ففي في 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 عوامل كثيره تؤثر على ادائك وامكانياتك. حتلاقي انت يوم ادائك 100% وتقدر تنتبه للشغلات هذه كلها وانت متعلمها وحافظها وفاهمها، مو بس حافظها، وحتجي يوم تاني هتلاقي نفسك تعبان وادائك يعني نزل، ما بتطبقها 60-70%. فأنت واحدة من الحاجات الضرورية اللي لازم تتعلمها إنه أنت you adapt. إيش يعني adapt؟ yeah sorry you learn to spot the days. هذه لما تجي تشوف نفسك أنت اليوم بتمر بواحد من الأيام الضعيفة هذه، ما لعب رنك، just have fun. أعرف إنه أنا تعبان نفسيا، تعبان معنويا، تعبان جسديا، today is not a good day to play rank. عادي، ما فيها شيء، اليوم أنا جاي بكامل قواي العقلية ومروق، وهذا this is a good day to play ranked. وهذه one of the ways to play the ladder. يعني هي 3-4 حاجات صراحة مهمة عشان to set yourself up for success. واحدة المينتال state حقتك والمينتال fortitude، of course physical state والphysical يعني restness، قديش rested، مريح ما انت مريح. 3 يعني شو اسمه، whether your alertness تعبان مريض هادي ما انت هادي، وتدخل الجيم بعدين تلعب، بعدين تشوف نفسك، تجرب نفسك جيمين 3، فيو apply what you learn and you apply yourself on the game and you see how you do in the game. لو تلاحظ نفسك بتسوي بطال، اول جيم is fine، ثاني جيم it's ثالث جيم خلاص. طب لما تكون مروق تلعب رانك تصير تعبان، شيء طبيعي، الرانك ياخذ من يعني اللعب عامه ياخذ من جهد. ولو انت عشانك ما انت متعود دائما يكون تركيزك 100% فتجي تلعب رانك وتركز 200% بعدها بجيمين حتتعب، شيء طبيعي. احنا عشان كده دائما اقول انا نبغى نبني الاساسيات. ليش نبغى نبني الاساسيات؟ الاساسيات الصغيره هذه لما تبنيها وتتعود عليها مع الوقت، يصير لما تلعب الجيم الرانكت انت من دون ما تفكر، من دون تفكير، عقلك الباطن شغال، حتغطي 70% من الجيم، بغالك تدف نفسك 10% زيادة ولا 20% زيادة ولا 30% زيادة. بس لو انت ما انت معود نفسك على الحاجات الصغيرة هذه، فلما تجي انت داخل رانك مشدود نفسيتك هذا، فتبغى تركز في كل حاجة، حتصرف 150% من الانرجي حقتك. الانرجي انت ترى عقلك ياخد كهرباء، ياخد يحرق، ولما تضطر تفكر في كل حاجة 100 مرة وانت ما انت متعود عليها حتتعب، شيء طبيعي، بغض النظر عن المشاكل مع الناس، يعني المضاربة مع الناس، هذا انا ما بتكلم عن التلت، خلي التلت على جنب، التلت هذا حاجة تانية.
بس الفكرة في المجهود اللي تصرفه في الجيم لازم يكون المجهود الطبيعي المتوسط دائما عالي. كيف نرفع المتوسط العالي؟ الحاجات اللي تحت البسيطة الأساسية الصغيرة لازم أكونها مع الوقت، وما تتكون في يوم وليلة ولا في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثة، يبغى لها سنة اثنين ثلاثة. On average this game learning curve فيه عشان تصير متوسط الأداء 3 سنوات يا إخواني، وهذا مو شيء بطال. الموبا جيمز كده